أطلق نادي الشارقة للسيارات القديمة حزمة رقمية جديدة تواكب أهدافه الخاصة بتعزيز قنوات التواصل مع عشاق السيارات القديمة، وذلك بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة الدكتور علي أحمد بوزود رئيس مجلس الشارقة للسيارات القديمة وعدد من المدراء والمسؤولين. غدير المعيني والتفاصيل. تطوير المنظومة الإلكترونية وتعزيز قنوات التواصل الإعلامي مع الجمهور للوصول لأكبر شريحة من المهتمين في رياضة السيارات القديمة أهداف يسعى نادي الشارقة للسيارات القديمة لتحقيقها عبر تدشينه الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي بحلته الجديدة وإصدار مجلة دروب أول مجلة رقمية للنادي. هذه المناسبة جاءت بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة الدكتور علي أحمد بزود رئيس مجلس الشارقة للسيارات القديمة وعدد من المدراء والمسؤولين. شفت من خلال يعني ممكن من سنة من تشكيل المجلس هذا شفت مدى حرص الأعضاء على تطوير النادي، فتح قنوات اتصال مع الجميع، كانت لهم جلسات حوارية مع أصحاب السيارات القديمة والمهتمين كذلك بالسيارات القديمة، البنية التحتية اللي موجودة في النادي بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، إن شاء الله بيكون أكبر دافع للشباب أنهم يضيفون شيء ويشاركون في إنجازات الإمارة. تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص عندنا في النادي وأطلقنا في نفس الوقت المجلة الإلكترونية. هذه المجلة هي مجلة ربع سنوية تصدر من النادي، تأرخ كل الأمور اللي توثق الأمور الخاصة في النادي سواء من مشاركاتنا، كلمات يكتبون الأعضاء ولا يكتبون المتعاملين، نأرخ العملية الخاصة بالحقبة التاريخية السابقة للنادي وللسيارات لهذا النوع من السيارات. أما عن الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي فقد تم ربطه بمحركات البحث الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وينقسم الموقع بحلته الجديدة إلى 5 أقسام رئيسية شملت التعريف برؤية وأهداف النادي والأخبار والفعاليات بجانب المساحة الخاصة بتصفح المجلة الإلكترونية والمركز الإعلامي. كل هذا يأتي بصيغة تواكب الهوية الإعلامية المرئية للنادي. تطوير المنظومة الإلكترونية وخلق فرص للتواصل مع هواة السيارات هدف يسعى إليه نادي الشارقة للسيارات القديمة عبر تطوير موقعه الإلكتروني وتدشين مجلته الرقمية. لأخبار الدار، غدير المعيني، الشارقة.